بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أشكر أخي المستشار أحمد الفضالي على هذه الدعوة الكريمة. هذه أول مرة يمكن أخرج في هذه الوفود، ولكن أنا سعدت جدا بدعوتي فيها، وأنا الحقيقة وجدت قامات كبيرة متواجدة فيها، وأعتقد أن هذه القامات قادرة على تمثيل مصر التمثيل المشرف الجيد الذي نطلبه. أنا في تصوري شخصي بعدما تم الحديث من السادة الزملاء عن دور هذا الوفد، الدبلوماسية الشعبية كما قال الوزير محمد العرابي أن هي مكملة بالفعل للدبلوماسية الرسمية. أنا في تصوري أن في إطار هذا الوفد وفي إطار هذه الدبلوماسية الشعبية ما هو واجبنا إحنا كوفد في هذه الرحلة، أتصور أن واجبنا يجيء في إطار شقين. الشق الأول يجيء في شرح ما يدور الآن في مصر من خريطة الطريق، هناك إصرار من الشعب المصري على تنفيذ هذه الخريطة. نحن نرسخ دعائم الديمقراطية، سنشرحه للجانب الصيني، نرسخ دعائم الديمقراطية الآن بالاستفتاء على الدستور القادم، ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإن شاء الله بعد 3 يوليو القادم وهو الموعد النهائي حسب منص الدستور على موعد النهائي حسب منص الدستور على أن ننتهي من 6 شهور كان بنص الدستور، ان احنا في 3 يوليو القادم تاريخيا كده، لان بكره هيقدم للسيد رئيس الجمهوريه مسوده الدستور عن 30 يوم بحد اقصى نستفتي عليه، ثم بعدها 30 يوم اخرى بحد ادنى، ثم 3 أشهر بحد اقصى للانتخابات البرلمانيه، يعقبها ايضا ب3 شهور انتخابات رئاسيه. اذا بتاريخ 3/7 القادم مصر هيكون فيها رئيس جمهوريه منتخب، مصر هيكون لديها برلمان منتخب وحكومه دائمه. هذا هو ما نريد أن نوضحه للجانب الصيني، أن مصر والشعب المصري مستمر في تنفيذ خريطة الطريق.